يعني بعد الماتش في بعض الحاجات اللي هي يعني ممكن تطلع، اهو يعني ده بيفرح ده بيعمل، لكن اكيد مش هنقبل يعني، او مش هيكون الوضع ان يعني نرجع للتصرفات مش جيده. وطبعا اداره الناديين ليهم دور كبير جدا تربويا في هذه الموضوعات يعني، او هذه المسائل، ونرجو يعني ان ده يكون موجود. انا من غير ما ادخل في تفاصيل هذا الموضوع، لكن يعني حضرتك مش حابب تخش في تفاصيله يا فندم. مش حابب اخش في تفاصيله، بس يعني احنا هنا الجانب التربوي يعني من الادارات هي عليها العبء الاكبر في هذا الموضوع في الحقيقه، لان احنا يعني الجماهير قامت بدور كبير جدا جيد وايجابي الفتره الصغيره اللي فاتت دي. احنا ان شاء الله هنكمل وهنقول يعني فعلا بلدنا كده اهم، واحنا هنقلل التعصب وهنمشي ورا هذا الموضوع. هل يا فندم ننتظر رد من ناديين على اي خروج عن النص؟ والله انا اتمنى هذا، يعني انا مع حضرتك اهو بنكمل، اتمنى هذا ويعني وبرضو انا مش وقته ان انا اقول تفاصيل واقول اسماء يعني كوزير شباب ورياضه، بس اتمنى هذا يعني.